بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين. وبعد، تناولنا في الحلقات الماضية تعريف الصلاة، وقلنا أن الصلاة هي عبارة عن مجموعة من الأقوال والأعمال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. في الحلقة الماضية تناولنا أقوال الصلاة وعرفنا ما هي أقوال الصلاة الثمانية، كما تعرفنا على ما هو الركن منها وما هو الواجب وما هو السنة. في هذه الحلقة نتناول أعمال الصلاة، وأعمال الصلاة أيضا منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة. وقلنا أن الركن هو الذي لا يجوز تركه لا سهو ولا عمد، وقلنا أن تكبيرة الإحرام هي الركن الوحيد الذي إذا ترك سهوا أو عمدا يبطل الصلاة، وباقي الأركان إذا تركت عمدا تبطل كامل الصلاة، وإذا تركت سهوا تبطل الركعة. وقلنا أن الواجب هو الذي إذا نسي يجوز أن يجبر بسجود السهو، وقلنا السنن هي التي لا سهو فيها وإنما يستحب أن تؤدى في الصلوات، ويجوز لها أيضا سجود السهو للمداوم عليها. وأما أعمال الصلاة الثابتة فهي سبعة أعمال، أولها رفع اليدين لتكبيرة الإحرام، ورفع اليدين للركوع، ورفع اليدين بعد الرفع من الركوع. إذن يرفع اليدين في ثلاث حالات فقط لا غير، في تكبيرة الإحرام، وفي الهوي للركوع، وفي الرفع من الركوع. العمل الثاني وهو الاعتدال من الركوع. العمل الثالث وهو الجلوس للتشهد، وهو نوعان، جلوس في التشهد الأوسط وجلوس في التشهد الأخير. وأما العمل الرابع وهو وضع اليدين أحدهما على الآخر. وأما العمل الخامس وهو النهوض من السجود. وأما العمل السادس وهو السجود على سبعة عظام. وأما العمل السابع وهو النهي عن الإقعاء. ما هو الإقعاء؟ سنتعرفه في هذه الحلقة. لنبدأ بالعمل الأول وهو رفع اليدين لتكبيرة الإحرام ولباقي التكبيرات. ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع كل ذلك سنة عند الجمهور، أما عند المالكية والظاهرية فرفع اليدين لتكبيرة الإحرام فرض عندهم، لكن الجمهور على أن جميع رفع اليدين في الصلاة سنة مستحبة. وأما الاعتدال من الركوع فهو واجب، وهنا نقصد بالاعتدال هو كمال القيام ليس مجرد الاعتدال، فالاعتدال من الركوع أمر مشروع، لكن اكتمال الاعتدال بأن يقف الإنسان منتصبا هذا هو الواجب. أما إذا ارتفع نصف اعتدال أو اعتدل اعتدال يعني ليس كاملا فهذا مخل بالصلاة، ربما يبطل الركعة. فعلى الإنسان أن يعتدل اعتدالا كاملا بعد الرفع من الركوع. والاعتدال الكامل هو الذي يحدث فيه الاستقامة والاطمئنان بأنه وقف واعتدل من الركوع. وأما العمل الثالث وهو الجلوس للتشهد، والجلوس للتشهد الأوسط واجب، والجلوس للتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. فإذا نسي التشهد ووقف الرجل معتدلا ثم تذكر لا يعود إليه، لأنه وقف في ركن فلا يعود إلى واجب أو ما هو أقل منه رتبة، بل يكمل صلاته ويؤدي سجدتين السهو نيابة عنه. وإن وقف وإن تذكر بعد أن وقف قبل أن يشرع في الفاتحة لا يجوز له أن يرجع ويأتي بالتشهد الأوسط، لأنه كما قلنا مراعاة لمراتب الأعمال. وأما كيفية ثني الرجل في التشهد ففيها كذا صورة، الأحناف قالوا يثني اليمنى ويجلس على اليسرى، والمالكية قالوا بل يثني اليسرى ويجلس على اليمنى، ولكن الشافعية جمعوا بين القولين وقالوا في أحدهما يجلس مثل ما قال الإمام أبو حنيفة، وفي الأخرى يجلس مثل ما قال الإمام مالك، ذلك لأن كلا الأمرين وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعارض في هذا التنوع. وأما العمل الرابع هو وضع اليدين هكذا عند قراءة الفاتحة فهو سنة عند جمهور الفقهاء، إلا أن الإمام مالك لا يراه سنة، والصحيح والراجح أنه سنة لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النهوض من السجود، أي إنسان كان في السجود في الركعة الأولى أو الركعة الثالثة وأراد أن يقف مباشرة، فهل يقف مباشرة أم يستوي قاعدا ثم يقف؟ الإمام الشافعي قال يستوي قاعدا ثم يقف، والإمام مالك يقول يقف مباشرة، والراجح أيضا أن كلا الأمرين في أي والراجح أن أيضا كلا الأمرين يعني جائز، والأمر فيه سعة، وهذا التنوع ليس فيه تعارض. وأما العمل السادس وهو السجود على سبعة أعضاء، ما هما هؤلاء السبعة؟ وهم الوجه والركبتين واليدين وأطراف القدمان.
أيضا هناك أمر يدخل في الوجه، الأنف والجبهة، هذا هو العضو الذي يجب أن يسجد عليه في السجود. ما هو الواجب من هذه الأعضاء السبعة، وما هو المستحب أو السنة؟ الجمهور على وجوب السجود على الوجه والأنف، على الجبهة والأنف معا، ولا يصح أقل من ذلك. يعني لا يصح إذا سجد الإنسان بأنفه فقط لا تقبل هذه السجدة منه، وإذا سجد بجبهته فقط يعني يكره كراهية شديدة، ربما لا تقبل منه أيضا. ولكن لابد أن يسجد على الاثنين معا، الجبهة والأنف معا. وأما باقي الأعضاء فسنة، إذا تركت لا تبطل الصلاة، وإذا أوتي بها كان خيرا لصاحبه. وأما الأمر السابع المتعلق بأعمال الصلاة، وهو النهي عن الإقعاء. ما هو الإقعاء؟ الإقعاء هو التشبه أعزكم الله بجلوس الكلب، بأن ينصب أحدهم رجليه ويضع مؤخرته على الأرض، هذا هو اسمه الإقعاء. هذا الفعل، هذه الصورة تسمى الإقعاء، وهي صورة لجلسة السباع. وهناك أمر أخير متعلق بأعمال الصلاة وأقوال الصلاة على حد سواء. هذا الأمر لم أجعله تحت أقوال الصلاة ولم أجعله تحت أعمال الصلاة، لأنه متعلق بكلاهما. هذا الأمر وهو الترتيب، ترتيب هذه الأعمال في الصلاة، وهو ركن من أركان الصلاة، لابد من اتباع الترتيب في هذه الأعمال، ولا يصح الإنسان أن يأتي بغير الصلاة المعهودة، أو يبتدع فعلا آخر في الصلاة، أو يقبل على نفسه أن يترك ركوع مثلا ويحسب ذلك ركعة، بل لابد الترتيب كاملا وإتيان هذه الأقوال والأعمال على وجهها الذي أداه النبي صلى الله عليه وسلم، بالترتيب الذي علمه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليُنذروا